اعملي كوبون ب5. مدام غالية وحشتيني. ازيك يا حاج؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك يا اشجان؟ الف 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 بركه، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الواد ابنك ده شكله مرزق كده من اولها، على طول جيتي خبط لازقه على الكافيتيريا. سعيد باشا الله يكرمه، هو اللي جابني الكافيتيريا عشان شغلها خفيف عليا. النبي تستاهلي كل خير. الله يخليكي. خالية اهلا. حبيبه قلبي عزيزه من جوه. وحشانة حبيبتي. والله العظيم انت اللي ليكي وحشه. والنبي يا ام غاليه العنبر كان مضلم من غيرك. حبيبتي. والنبي تو ما عرفنا انك هنا جينا جري عشان نشوفك. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي والله العظيم. طب سيبكم مني، طمنوني انتوا اخباركم ايه؟ مش البت سميره روحت؟ لو النبي. او كتاب الله، ده احنا عملنا لها حته حفله والنعمه كانت ناقصاها. بس البت رانيا خلقها وحش قوي. ما بلاش الاخبار الزفت دي بقى، مش كويس على الواد. يلا يا بت انتوا روحوا على الكافيتيريا، خليهم يحضروا وجبه الغاليه زي الوجبه بتاعتي، وخليهم يتوسوا بالهوبه. عينيا. يلا. اذني انا كمان هجيب يا اختي حاجه من الكافيتيريا. يلا يا اختي. تعالي يا حبيبتي. انت لازم تريحي شوية يا غالية، ما تتعبيش نفسك كده في الوقفة. عودي. مالك يا قلب امك، وشك اصفر كده ليه؟ ما بتاكليش كويس؟ والله باكل بس على قد. لا يكون في حسبانك، انت دلوقتي بتاكلي ليكي وللي ببطنك، يعني الطقطق ايه؟ نو 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 نو، ده كلام مش مظبوط. البيبي مش هيبدا ياكل غير في الشهر الرابع. انت اهم حاجة ليكي دلوقتي اللبن عشان الكالسيوم وعظمك. كالسون ايه وكرواسون ايه اللي انت بتقولي عليه يا وليه؟ اه هو السخان اللي بيجيبوه العيال من الفرن ده يعمل حاجه؟ ده حته بتاع قد كده ما يقوتش الست ويوقفها على رجليها الا الظفر. طب سيبكوا مني بقى، انا الحمد لله كويسه. طمنوني عليكم، انت عامله ايه في العنبر بتاعك؟ لو كنت حد مزعلك ولا حاجه؟ بالعكس، ده انا مبسوطه جدا، على الاقل بلاقي حد اتكلم معاه في البيزنس. ليه يا عمر؟ هو احنا مالناش فيه؟ طب ده احنا بتوع البيزنس كله. غيرش بس انتوا بتعدوه واحنا بنوزنه. الكل اما غاليه في الكافيتيريا اهو كده ضمننا بقى نظيفه. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر. عليه الصلاه والسلام. ازيك يا بنت يا زينات؟ ازيك انت يا ام غاليه؟ شوفي طالما محلوه كده انت هتجيبي بيت. لا بقول لك ايه، واد ان شاء الله. كانت 60 نصيبه. شوفي بقى، نادر عليا يوم لما ربنا ينتهج بالسلامه ما حدش هيوطوط البنت دي غيري عشان تطلع بافته بيضه كده. يا بنت بقول لك واد ان شاء الله. هتشوفي هتشوفي. هتقولي زينات قالت ايه؟ بيوطوطيه برضه. ولد بنت كله حلو. أيوة على رايك. جايبين كل حاجه يا معاذيده. طيب يلا يا نسوان، انا عندي على العنبر بقى نتغدى سوا. لا لا لا، انا عندي مفاجاه لازم كلكم تتفرجوا عليها. مفاجاه ايه يا اختي؟ تعالي تعالي سربرايز سربرايز. تعالي 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 يا اشجان كمان معانا. يلا الحقونا على العنبر، حضروا الغدا. حاضر يا ماما. يلا انت وهي. على مهلك. طيب لو ما كنتش بس على طول بتطرقع عنا انجليزي كده. السلام عليكم. ازيكم يا نسوان؟ ترارارا سربرايز. ورينا كده مين اللي عمل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هي اللي عامله الحاجات الحلوه دي. الهي يا رب ما يزنقها ابدا في حمام قادر يا كريم. وعرفتي تعملي ده ازاي؟ قدمت على طلب تسريح من المصلحه ووافقوا لي على طول. انا هعمل واحد عندي في العنبر. You need to apply for permission. نعم يا اختي. اقصد تقدمي على تسريح. بس يا مرة التسريح ده في الاداة. تخصصي. طب انا بقى لو عايزة اعمل في بيتي واحد اعمل تسريح لمين؟ لربنا يا اختي. كده النسوان مش قادرة ارفصوا فيا ابدا. يا اختي كمان هارفص، هنارفص بره وجوه. مبروك.
متعود صقر عارفينها؟ اه يا اخويا عارفاها يا كبدي يا ابني. وامه يا اولاد لما عرفت عملت ايه؟ مين يا اختي؟ انا لو منها كنت رميت نفسي من فوق السطح اللي لقيوه عليه. هو مش كويس. اسكتي، مش طلع جارهم الباب في الباب لقط الواد وهو طالع من المدرسه، وانا اللي كنت فاكره انه خطاب للبنات وبس. زمن ما بيرحمش. ايوه يا اخويا زمن اخضر. فرق معاهم ولا واد ولا بنت، كله بيروح في ابو نجم. سمعتوا بقى انتوا الحوار بتاع الواد اللي كان عامل نفسه مندوب مبيعات؟ ده فين ده؟ كان عند ام عنبه من قيمه كام يوم كده، الواد يا عيني نازل على السلم، الواد عنبه الصغير بتاع الفهبط زي ابوه، نازل على السلم الواد قال له تعالى اجيب لك سكوتر بتاع اللي بيتزحلق الجيب ده. يعني ايه حياة عيالة مش هيروح المدرسة؟ لو كل الناس فكروا زي ما انت بتقولي كده محدش هيروح مدارس. لازمتها ايه المدرسة؟ هما كانوا بيتعلموا حاجة أصلا؟ أهم يلقطوا خير وبركة يا حياة، وبعدين العيال صلاة النبي عليهم نبهة. وماله يا أخويا؟ يعني العيال كانوا خدوا إيه من العلام غير المذاكرة ووجع القلب والمصاريف؟ مين قال إنه عيالهم مش هيتعلموا؟ عيالي هيتعلموا بس في البيت. بيت إيه يا حياة؟ إحنا عارفين نكفيهم لما هتدفعينا دروس خصوصية. ما إحنا قلنا بلاها مصاريف ووجع قلب. أنا هذاكر لهم بنفسي في البيت. اه شفت ده كلام عين العقل بقى. البت حيات دي كانت دودة كتب، كانت تمسك الكتاب من دول تجيبه لحد الآخر. اه والنبي كانت بتطلع الألف على العيال في المدرسة. اه عيالك بقى لما هيذاكروا معاها هيطلعوا ولا ولاد الوزراء. اه أصل حياة بتاعتك دي سيدة مصر الأولى. يوه العيال لو غابت يا حياة من المدرسة هيتفصلوا. تتفصل إيه؟ أنا هقدم لهم منازل وأديهم امتحان كل سنة بنفسي. أحسن حاجة يقعدوا في البيت. هياخدوا ايه من العلام؟ فكر فيها كده، فكر، هتوفر مصاريف. ناولني بيضة. ها، طب خير، كل يا واد، كل يا بيت. ماشي. كل بيض حلو للعينين. مصحوش كده. ما. ما تعمله. كل يا حبيبتهم. كل يا ما تحبش كده. خلاص ما تاكليهوش، خدي طماطم. ما تعملها يا حياة البيض زي ما هي عايزة. خلاص يا ماما حاضر. قولي يا حبيبتي. ايه بتفكر في ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد يا حماتي. كله بامر الله.